طيب اول حاجه هنعملها هي فطيره السجق الانجليزيه او فطيره الساسج عشان تبقى يعني لايقه اكتر. اول حاجه عايزين علشان نعمل العجينه 225 جرام دقيق، 3 بيض، ملح وفلفل، 2 معلقه كبيره زيت زيتون، 300 ملي لبن، وعايزين ساسج تقريبا 10. وهنعمل كمان جنبيها صلصة، والصلصة دي هي صلصة بصل. عشان نعملها عايزين 2 شرائح بصل، 2 معلقة كبيرة زيت، 1 معلقة كبيرة ماسترد، و2 كوب ماء مع مكعب مرق، وممكن نتخنها شوية بشوية دقيق. تمام. طيب أول حاجة هنعملها خلينا نعمل الخليط بتاع العجينة بتاعتنا، وعايزين بايركس. هناخد العجينة سهلة جدا 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 ومش محتاجة مكنة. هناخد الدقيق اللي عندنا، عايزين شوية ملح وفلفل. وصفة سريعة وسهلة وفي نفس الوقت لذيذة. ادي شوية ملح وادي تنتوفة فلفل. هنحط بقى كده معاهم البيض اللي عندنا، 3 بيضات. عندنا اللبن ونقلب. هتلاقوا العجينه كده طريه عامله زي عجينه البان كيك مثلا او الوافل، فيعني لا تقلقوا، بتتحط في الفرن وبتبقى جميله جدا جدا جدا. نكمل بقيه اللبن كده، تبقى خلصت معانا عجينة. شفتوا قد ايه سريعة وسهلة؟ ناخدها بقى كده زي ما هي، نحطها في البايركس بتاعنا لغاية ما تفرش كده البايركس. كده كفاية قوي. هناخد دلوقتي بقى الساسج اللي عندنا ونحطه عادي خالص كده، بنرصه هنا تمام بالشكل ده، نحطه كله في نفس الاتجاه يعني عشان يبقى شكله حلو. ده بقى هيدخل الفرن على درجة حرارة 180، وهيقعد تقريبا يمكن يعني اقل من تلت ساعة، يعني اقل من نص ساعة، اسفة، يعني تقريبا ممكن يقعد تلت ساعة. دلوقتي عايزين نعمل الصوص اللي هنقدمها معاه، فهنجيب حله صغننه نعمل له كده صوص، بتطلع لطيفه جدا جدا جدا. هنحط بقى شويه زيت، شويه زيت صغيرين، ممكن نحط زيت زيتون وممكن نحط زيت عادي. البصل، تاني خلينا نقول العجينة احنا بس حطينا لها دقيق وشوية ملح وشوية فلفل وتلات بيضات ولبن ومعلقتين كبار زيت زيتون، دي بس العجينة. اوكي. الصوص دلوقتي هنحط لها شوية زيت، بصل، وهنحط لها ماسترد، وهنحط مرقة او مكعب مرق، وبنقدر نحط كمان شوية دقيق لو احنا عايزينها تخينة بس كده علشان الصوص تبقى يعني شوية أتخن من إنها تبقى زي الشوربة يعني. فخلينا نحط كده تقريبا يعني معلقة ونقلبها كده لغاية ما تختفي خالص. تمام. نحط بقى دلوقتي الماستر. خلاص حلو كده. وهحط المرقة اللي عندنا كوبايتين تقريبا، واسيبها بقى على النار تقريبا كوبايتين، وهنسيبهم على النار بقى شوية لغاية ما البصل كده يطرى زيادة. وادي الصوص بتاعتنا على النار، هنسيبها طبعا تتكثف شوية. ادي شكلها اهو. على فكرة الصوص دي بسيطة جدا وبتنفع حلوة جنب لحوم، جنب فراخ، بتالي جنب الفراخ كمان هتبقى احلى واحلى.